أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم. أكيد كل ماتش نحن أي مع أي فريق ماتش مهم بهمنا إحراز 3 نقاط، ونحن بنحترم نادي الغزية وغير نادي الغزية. إن شاء الله أكيد أي مهاجم فكر دائما يسجل، بس أنا بفكر إنه المجموعة هي تنتج 3 نقاط والفوز. أكيد الحمد لله هذه السنة أحرزت هدف الدوري بفضل زملائي أكيد، وإن شاء الله هذه السنة أكيد أنا اللي بيهمني إنه أحرز البطولات وتوفيق من عند رب العالمين، والشيء الفردي لوحده بيجي يعني، وأكيد من مساندة الفريق كلاعبين جهاز فني إدارة. بوعد جمهور نادي العهد دائما على البطولات، وهن تعودوا على البطولات، وإن شاء الله دائما نكون عند حسن ظنهم وبنحرز الألقاب جميعا. تابعونا على قناة الاتحاد اللبناني لكرة القدم على قناة اليوتيوب.